أنا اسمي مؤمن محمد علي رموزي، عندي 10 سنين. كانت أول بداية ليا كانت الغنى، غنى السمسمية، وماما وبابا هما اللي عرفوني عن غنى السمسمية وإيه شكله وإيه يعني إيه الغنى اللي فيه، وحسيت إن هي حاجة حلوة. بعد كده بدأت في التمثيل، شافني طبعا أستاذ محمد الجنايني وشاركني في فرقة طلائع الغد. فأول كانت تجربة ليا مع أستاذ محمد الجناني كانت مسرح الشارع. بعد كده مارست الفنون الشعبية وحبيتها جدا، وحسيت إن هي حاجة جديدة وحلوة. وطبعا الفضل كله لماما وبابا، يعني لأن هما وصلوني لكده. أنا ومؤمن اكتشفنا موهبتنا وإحنا عندنا 5 سنين. كنا بنحب الغنى والرسم والتمثيل، فماما اكتشفت موهبتنا، فيعني حبت يعني توصل موهبتنا للناس. فاحنا جينا هنا عند أستاذ محمد الجنايني، بنرقص فنون شعبية وبنمثل وبنغني يعني بنعمل كل حاجة في موهبتنا. السمسمية تراث قديم طبعا، أجدادنا كلهم اتربوا على غنى السمسمية، فأنا حبيتها يعني جواي، حبيتها أنا ومودة طبعا توأمي، فحبينا إن احنا نغنيها، وفعلا وده حصل ومارسناها بقى. فبعد كده مارسنا الفنون الشعبية وحسيناها إن هي حاجة حلوة طبعا مع غنى السمسمية، فادانا كاريزما اكتر، ادانا تشجيع. انا مؤمن نحب في المستقبل ان احنا نكون فنانين والناس كلها تشوفنا. فكره ان هم بيشتغلوا على نفسهم كتير واهتمام اسرتهم بيهم كمان زي معظم الاسر اللي معايا، بس خلتهم يتميزوا. مؤمن وموده بقالهم بالظبط في حدود شهرين بيشتغلوا معانا تدريبات منذ انشاء المركز، وهم بيعتبروا من المؤسسين بتوع مركز الطلائع والموهوبين. اشتغلنا معهم كذا تابلو، واحنا بنشتغل معهم الأغنية اللي احنا هنشوفها وهيرقصوا عليها استعراض للفنون الشعبية. الحمد لله بشهادة من المدربين وشهادة من المخرج أستاذ محمد الجنايني ان هم الحمد لله متميزين في المجال بتاعهم، وان شاء الله أأمل يعني وأتمنى من ربنا ان هم أشوفهم في أحسن من كده، وحاجة يشرفونا يعني، ويشرفوا اسم السويس ويشرفوا باباهم ومامتهم، وان شاء الله يكونوا حاجة متميزة.